الاستثمارات أحد الحلول إنك أنت تحصل على سيولة اللي بيها تحقق أهدافك المالية، اللي بيها تقدر تنشئ مشروع، تقدر تحقق التزاماتك المالية، تقدر إنك أنت تستثمر أموال بحيث إن هي تضر عليك عائد. إحنا عملنا 3 حلقات نتكلم فيها على قصة الاقتراض. قصة الاقتراض قبل ما تقترض وتفكر كويس وتفكر جدا وتضع خطة، وأثناء الاقتراض لما بتقعد مع الموظف وتفهم إيه هي الالتزامات اللي عليك، وبعد الاقتراض خلاص أنت خدت المبلغ وبيجي معاك. الحلقات دول موجودين على القناة وهيطلعوا دلوقتي في الرابط. احنا في الحلقة دي هنساعدك من خلال 7 عناصر أو 7 معايير اللي بيها تقدر أنك أنت تاخد القرار السليم، تقترض أو ما تقترضش. تابعونا، اشتركوا في القناة وفعلوا خاصية الجرس، وتعالوا بعد الفاصل نتكلم على 7 معايير تساعدك على اتخاذ القرار السليم بالاقتراض او عدم الاقتراض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور محمد العجمي ودي قناة صباح البنوك. اتكلمنا عن الاقتراض وعلى قبل مرحلة ما قبل الاقتراض، ومرحلة انك انت جالس مع خدمة العملاء، ومرحلة ما بعد الاقتراض. لكن في النهاية احنا عايزين نساعد بعضينا ان احنا نتخذ قرار سليم في موضوع ان احنا نقترض او لا نقترض. الاقتراض مش هو الحل السليم او هو الحل غير السليم. الاقتراض العناصر اللي احنا هنقولها دي هي اللي بتحدد اذا كان القرار بتاعك سليم او غير سليم. اول عنصر اللي هو الهدف من الاقتراض. انت هدفك ايه من الاقتراض؟ هل هدفك انك انت تبني مشروع، يعني تبدأ مشروع جديد، ولا هدفك انك انت توسع في المشروع الاستثماري بتاعك؟ هدفك شراء منزل، هدفك شراء سيارة، ولا الهدف بتاعك استهلاكي انك انت تشتري سلعة كمالية او سفرية او عملية ترفيه؟ ايه الهدف من قصة الاقتراض؟ المعيار الثاني اللي هي تكلفة الاقتراض. هسأل نفسي سؤال، ايه الفايدة او ايه العائد اللي هيعود عليا من الاقتراض؟ خلينا نبسطها. يعني لو انت هتشتري شقة، تمام؟ الشقة دي هتوفر عليك مبلغ من الإيجار، يبقى هنا الفايدة انت اللي تحددها، تبقى عليك فايدة كويس. لكن هتعمل زيارة ترفيهية خارج مصر، فدي الفايدة، يعني انت اللي بتحدد قيمة الفايدة اللي عليك، وبتحدد التكاليف، يعني انا علي أقساط شهرية قد ايه، وعلي التزامات قد ايه، والتكاليف اللي هي الرسوم والإقراض والأقساط الشهرية اللي أنا أدفعها، كل ده تكاليف أنا بحددها. المعيار الثالث القروض الحالية، يعني أنا بشوف نفسي هل أنا علي قروض، يعني مثلا أنا علي قرض سيارة لسه مخلص، أنا علي قرض مش عارف إيه لسه مخلص، يبقى أنت بتبص إيه القروض اللي عندك، وبالتالي ما تحاولش انك انت تاخد اي قروض انت مش قادر تسددها. فانت كل ما تبص على القروض الحالية او اللي انت مقترضها، هل انت مثلا بتستخدم البطاقات بشكل ان هي تسدد التزاماتك المالية؟ فدي برضو قروض، يعني انتبه ليها. البطاقات الائتمان دي قرض عليك لازم انت بتسدده، فبرضو ننتبه للقروض الحالية اللي هي موجودة. المعيار الرابع اللي هو الدخل الشهري. لازم ابقى عارف الدخل الشهري بتاعي قد ايه. يعني انا مثلا دخل الشهري 2000 جنيه، بصرف 1000، في فائض 1000، الفائض 1000 ده هيسدد القسط ولا لا؟ لو هيقدر الفائض ده وال1000 جنيه هيسدد القسط، وان الهدف بتاعي هدف انتاجي ان انا هستفيد من القرض بتاعي، يبقى على طول هاخد القرض. لكن لو انا دخلي 2000 جنيه بصرفهم كلهم وبحتاج اخر الشهر اكمل باقي مصروفي، يبقى على طول ما تفكرش في عملية الاقتراض، لان ده هيزيد التعثر المالي عندك، وهيخلي عندك سعادة لفترة معينة اللي هي سعادة الحصول على القرض، لكن هتفضل طول فترة القرض بتعاني، لا انت قادر تسدد ولا قادر تلتزم ولا قادر تقضي حياتك العادية، ده هيسبب لك مشاكل كتيرة. المعيار الخامس الميزانية الشهرية. الميزانية الشهرية ان انت بتحدد نفقاتك والتزاماتك، الفرق بينهم هل ده هيسدد لك القسط ولا لا. طبعا انت عرفت لو عليك قروض تانية او لا، هل ده هيقدر يسدد القروض اللي هي موجودة عليك ويسدد القرض الجديد، كل ده تعرفه. حتى لو عندك مشروع والمشروع ده انت بتبدأ فيه، لازم تحدد حجم التدفقات النقدية اللي هي داخلالك وحجم المصروفات، وهل هتقدر تسدد القرض من التدفقات النقدية اللي هي داخلالك ولا لا. كل ده انت اللي تقدر بتحدده. احنا بنحط لك معايير عامة، المعايير دي بتساعدك على اتخاذ القرار
السليم اللي تقدر تاخد بيه. العامل السادس عنصر الزمن. بتشوف نفسك انا هل القرض ده مفيد ليا في التوقيت الحاضر ولا لا؟ يعني مثلا في التوقيت الحاضر في فرصه استثماريه انا هستفيد من القرض ولا مش هيأثر عليا لو انا خدته دلوقتي او خدته بعد سنه؟ بتحدد عنصر الزمن. المعيار السابع والاخير البديل. هل فكرت في بدائل غير القرض؟ لان القروض دي تكلفه عليك، لازم تفكر في البدائل. لو لقيت بدائل توكل على الله، ما لقيتش بدائل والقرض هو الحل الوحيد خلاص توكل على الله. المعايير السبعة بتفكر فيها كويس بحيث ان هي تساعدك على اتخاذ القرار. مجمل الموضوع ان حضرتك بتدرس دخلك، تدرس ميزانيتك، تشوف الفايض اللي فيه، هل الفايض ده هيسدد القسط ولا لا، هل انا القرض اللي انا هاخده دوت هيروح لحاجات استهلاكيه ولا حاجات ممكن تضر لي عائد وتعمل لي حاجه اسمها دخل سلبي. دخل السلبي ده يعني انا ما بشتغلش، يعني مثلا اشتريت شقه والشقه دي بتجيب لي ايجار، ده بنسميه دخل سلبي، ولا ده استهلاك لذه مؤقته وبعد كده هفضل مثلا 3 سنين اسدد في القرض. في نهايه الحلقه اشتركوا وفعلوا خاصيه الجرس وشاركوا الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.